أهلا بكم. احتضنت الدوحة أعمال المؤتمر الدولي 8 للطب الدقيق والجينوم الوظيفي، وذلك بمشاركة الكثير من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. نستفسر أكثر عن طبيعة هذا النوع من الطب الحديث لنقل لدى ضيفنا الدكتور خالد فخرو، وهو رئيس قسم الأبحاث ومدير برنامج الطب الدقيق في سدرة. دكتور خالد، مرحبا بك. أخ مراد، شكرا على الاستضافة، ويعني مرحبا بكم في المؤتمر. أهلين أهلين دكتور. بداية، كيف يمكننا أن نعرف الطب الدقيق، وهل هو نفسه الطب الشخصي؟ الطب الدقيق هو مصطلح عام يطلق على ما يسمى طب المستقبل. الطب التقليدي هو يعني طب الأعراض، الطب الدقيق هو طب الأسباب، وهذا ما يعني هذا راح يحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية في المستقبل. فالطب الدقيق مصطلح عام، والطب الشخصي مصطلح أخص للشخص. كيف أنت تأخذ المعلومات الطب الدقيق وتشخصها علشان تعطي كل شخص علاجه على حدة؟ في بداية هذا العام 2022 اكتملت الخريطة الجينية أو الجينوم، خريطة الجينوم البشري 100%. كان في حدود 92% على ما أعتقد. هذا الاكتمال أو اكتمال هذه الخريطة، خريطة الجينوم البشري، كيف سيؤثر على تطوير أو تطور الطب الدقيق مستقبلا؟ من أهم المواضيع في الطب الدقيق هو كيف تخلي العلاج يناسب الشخص. زين، فنتكلم عن أنفسنا كأشخاص، كل شخص له حالة البيولوجية الخاصة، وهاي الحالة البيولوجية من دفع من العامل الوراثي في الشخص. فما هو العامل الوراثي؟ العامل الوراثي هو الجينات والدي ان اي والجينوم ككل. فكل ما عرفنا اكثر عنك وعن الجينوم، عن عن عن, عن يعني احنا نسميه كتاب الحياه. الجينوم هو عباره عن كتاب الحياه، لان انت من خليه واحده فيها الجينوم كامل. سر الانسان هو السر، صح؟ من هاي الخليه الواحده اللي فيها الجينوم العامل الوراثي كامل، ممكن انت هذه الخليه تخلق الى انسان في اعضاء، يعني القلب مثلا في نفس الجينوم اللي في المخ واللي في البنكرياس واللي في يعني في العضلات، فكلها من نفس النسخه هذه الاساسيه، هي نسخه الجينوم. فالسر اللغز هو شنو هالمعلومات اللي في الجينوم اللي قاعد تقول حق الجسم انا باخلق مثلا هاي الشخص بهاي الطوله وبهاي المواصفات، وين ممكن تحدث اخلاط فيها في طفرات، يعني هذا هو نسميه الطفرات. وين ممكن تحدث هذه الطفرات اللي قد تغير من بيولوجية الشخص فتحدث فيه أعراض الأمراض؟ وطبعاً يعني إحنا عندنا في الطب الدقيق لما 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 يحاول إن يوصل إلى منتهى الدقة في العلاج، لازم أول شيء يعرف أسباب المرض، مش بس أعراض المرض. إحنا كثير من الناس اليوم يتداوون بالأعراض، مثلاً أو راسي يعورني بأخذ مثلاً حبتين من البنادول ولا شيء، بس ساعات مثلا الشخص ما ينفع معه البنادول، يروح ياخذ ايبوبروفين، بعد ما ينفع معه ساعات حبتين ما تنفع، لازم اربع ساعات، لازم ساعات يروح يدور من صيدليه لصيدليه يحاول يدور العلاج المناسب لا هو كشخص. يعني هناك استعداد وراثي، احيانا استعداد وراثي لتقبل العلاج او رفض علاج اخر. 100% هو هالاستعداد الوراثي اللي يعني جينات الشخص هي اللي تحكم كيف جسمه راح يتفاعل مع العلاج. فاحنا كل ما فهمنا جينومنا بشكل افضل وبشكل أعمق وبشكل أدق، قدرنا نعرف شنو هي الطفرات. إن إحنا الجينوم كبير، ممكن طفرة واحدة هي اللي تغير هذا التفاعل. فأنت لما تيجي تدرسها لازم تكون عندك الآليات الصحيحة، ولازم تكون عندك اللي نسميها الرفرنس، المرجعية. إنزين، هذه تعتبر قواعد بيانات لكل يعني نقول لكل شعب في العالم لها قواعدها الخاصة. ولذلك دكتور ظهر ما يعرف بالعلاج المستهدف، وما هذا هو جديد الطب الدقيق. صحيح. لكن ظهور هذا العلاج المستهدف بناء على معرفتنا المسبقة بالعناصر الوراثية أو الجينية للمريض أو للشخص، صحيح، كيف سيغير طريقة العلاج الإكلينيكي المستقبل؟ من نهاية العقد الماضي ابتدينا نشوف تأثير الطب الدقيق في العلاج. زين، معظمها راح تكون في الأمراض النادرة، زين، يعني مثلاً في بعض أنواع السرطان مثلاً، شفنا في الأسبوع اللي فات يعني في قطر مرض مرور العضلات، هذه تعتبر أمراض نادرة، لأنها نادرة وسببها الجيني معروف، صار العلاج لها علاج جيني. زين، شنو معنات علاج جيني؟ إحنا حين عرفنا وين الجين اللي فيه المشكلة، وين اللي فيه الطفرة، فنروحنا نعطي الشخص اللي يسمونه الجين ثيرابي، نعطي الشخص الدواء اللازم او المناسب علشان نحل المشكله فيه. لو كنا احنا بنحل هاي بالاعراض لما حليناها، بس لان عرفنا سببها الجيني قدرنا نحلها بطريقه
نسميها targeted، يعني بطريقة إن أنت مستهدفة، يعني بطريقة أنت إنك أنت قاعد تستهدف السبب بدل ما إنك تحاول إنك تعالج الأعراض. جميل، وبالتالي لذلك ثم الطب الدقيق. وأنتم في سيدرا لديكم استراتيجية تسعى إلى تقريب مخرجات الأبحاث المخبرية المختبرية إلى سرير المريض. ما أهمية قرب المختبر من المريض هنا على مستوى سيدرا؟ لما يجونا زوار من برا هذه دائما يخصصون علينا ويأكدون علينا أهمية هاي الشيء، يقولون لنا إن أنتم كسيدرا الطب عندكم يعني يعني كون المركز البحثي في سيدرا الطب قريب جدا من سرير المريض، هاي الشيء حتى مش موجود في بعض الأماكن العالمية، هو مستقبل اللي يسمونه الطب الأكاديمي. كثير من اللي من اللي من اللي من يعني التقنيات اللي موجودة في يعني في مراكز الأبحاث وخاصة في مركز سيدرا الأبحاث تعتبر من التقنيات اللي هي لحين ما وصلت المستشفيات، تعتبر تقريبا 10 إلى 15 سنة ما قبل ما وصول المستشفى، فهذه التقنيات يعني كثير متقدمة، فكونها هي موجودة عند سرير المريض هذا الشيء يعني يعني أمانة نموذج لا يوجد مثله في العالم العربي. باعتقاد كيف يمكن أو ما هي أساسية تطوير الطب الدقيق مستقبلاً إن كان في المنطقة العربية أو في العالم باختصار لو سمحت؟ من أهم مقومات تطويره هو يعني بناء الاكتفاء الذاتي من ناحية تقنية، وهاي الشيء الحمد لله يعني يعني في سيدرا في دولة قطر ككل مجتمع علمي بنى لنفسه اكتفاء ذاتي، وشهدنا هذا في جائحة كوفيد. ويعني ثانيا بناء الاقتصاد المعرفي اللي هو قائم على الطلاب مستقبل، إن نحفزهم على العلوم، نحفزهم على الرعاية الصحية، ونحفزهم على هذه التخصصات بالذات، وبعدين قائم على إحنا يعني كباحثين وكأطباء وكمجتمع أكاديمي طبي أن نحدث هذه النقلة النوعية لنفسنا في المستقبل. معظم الطب الدقيق اللي صار حول العالم هو يعني مطرز على طراز مثلاً يعني الأوروبيين أو على الشعوب الأخرى، بس ما عندنا حد قاعد يعمل هالشيء للعالم العربي. وقطر من هاي الناحية نموذج، خاصة مع مشروع جينوم قطر، أن قاعد نبني قواعد البيانات لنا، وهاي قواعد البيانات مش يعني ما راح تخدمنا إحنا بس في دولة قطر، وإنما راح تخدم العالم العربي ككل، لأن إحنا مجتمع مصغر من العالم العربي. صح. دكتور خالد فخرو رئيس قسم الأبحاث ومدير برنامج الطب الدقيق في سيدرا الطب، شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة. الله يحييك. شكرا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، ونلقاكم على خير.